Padoue, un sujet à maths. C'était ça, bon, il y avait deux sujets. Premier sujet, il était très abordable. Genre, surtout, on a trop révisé maths, on a une matière qui met les matières essentielles. C'était bien, c'était facile, alhamdoulilah. Ça, mais ça va, c'était bien. Par contre, deuxième sujet, je suis à faire demain. Ça va, j'ai fait mon travail, j'ai fait normal. يعني في سؤالك موضوع ثاني جا شويه كومبليكي مي الموضوع الاول جا صافا ساهل يعني يقدر يخدم نورمال مدنا سيجي شغل ماشي ما نقولوش صعيب ما قدرناش شغل كل واحد الشعبه تاعو انا الشعبه تاعنا ما قدرنالوش يا خويا مدوه لنا ما قدرنالوش بالنسبه لي انا بني ساهل باسكو الشعبه تاعي يقدروا يعطيهم ساهل نورمال انا بني ساهل بورتون زعما ما خدمتش هكا ولا عفسه كبيره ولا درت غير شويه حليت شويه لي زيكزيرسيس وجيت خارج بون لي كيسيون كانوا ابوردابل وفي متناول التلميذ المتوسط وكاين شويه لي كيسيون شويه واعرين وكاين شويه ساهلين يعني قسم الدو 10 ولا شغل سهل وماشي ماشي صعيب صعيب شغل اللي يقدر يريبوندي نيمبورت لو كيب صح سا ديفو ما باليش لازم الانتيليجونس ماشي غير في خدمة بزاف موضوع الرياضيات كان سهل كان هنالك موضوعين كان علينا الاختيار وكذلك تنظيم الوقت لأن أسئلة الرياضيات تحتاج إلى وقت وتركيز في الحل فالحمد لله لقد رجعنا لها جيدا وكانت الموضوعات سهلة في متناول الجميع هذه السنة والحمد لله والتوفيق للجميع الموضوع الأول أسهل على الموضوع الثاني خيرت الموضوع الأول الموضوع الأول فيه الأد الطبيعية والقسمة الإقليدية ومتتاليات جانا صعيب بزاف والله غير صعيب بزاف وان شاء الله تسهلوا لنا في التصحيح السوجي كان واعر الله غالب سورتو الدوال والله صعب انا درت الموضوع الاول على كل حال صعب لنا بزاف في الدوال نقدر نطمن نايا مراجع مليح ما يقدرش امبوسيبل ما كانش مراجع امبوسيبل يخدم دوك انا خدمت التمرين الاول والثاني الحمد لله انا والله غير باك ليت باك سما دوك العلامه اللي تجي معليش نركزوا ان شاء الله عشيه على الانجلي معامل خمسه هي اللي تهمنا ان شاء الله درت الموضوع الاول خير من الموضوع الثاني شويه هو ما هو سهل ما هو صعيب اللي يقرا او يخدم واللي ما راجعش يجيه صعيب سي نورمال يعني بصح في المتناول ان شاء الله.